أبرز ما جاء في بيان نقابة المحامين بشأن موقفها من أزمة الفاتورة الإلكترونية. المحامين غير ملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى تنتهي اللجنة المشكلة من أعمالها. أغراض انتخابية وراء المخاطبات المنفردة مع وزارة المالية. المخاطبات المنفردة تهدف إلى خلق صدام بين النقابة ومؤسسات الدولة وإظهار انقسام في موقف المحامين. موقف النقابة ملتحم مع موقف جموع المحامين بشأن الأزمة. التصريحات والمكاتبات المنفردة تعد خروجاً على موقف المحامين ونقابتهم الثابت بشأن رفض تطبيق المنظومة. الحوار مع المالية والضرائب مستمراً للوصول إلى حلول جذرية للأزمة. اللجنة المشكلة مع المالية تتضمن أساتذة وفقهاء وخبراء متخصصين في المجال الضريبي. الكلمة الأخيرة في أزمة الفاتورة الإلكترونية للجمعية العمومية.